كيف أتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام؟ وهل هي استراتيجية جيدة؟ وشو تجربتي الخاصة؟ بهذا الفيديو رح أحكيك عن تعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام، كيف فيك تستعمل الأفلام بشكل ذكي لحتى تتعلم اللغة الإنجليزية، وأقول لك عن تجربتي الخاصة. عندي مجموعة من النصائح، خلينا نشوف شو هي. يلا نقول بسم الله، نصلي على الحبيب المصطفى، ونضغط أحلى لايك، وخلينا نبدأ. إذا أول نصيحة لإلي هي لا تخاف، لا تخاف، وهي اللي رح تستغربوا منها، من تشغيل ال subtitles. شو ال subtitles؟ ال subtitles هي يعني الترجمة أو الكلام المكتوب. كتير ناس حيقولوا لك لا، إذا بدك تتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام ما تفكر تشغل السبتايتلز أبدا، ولا حتى باللغة الإنجليزية. وأنا بلاقي هاي النصيحة للصراحة مش منطقية ولا عملية. أنا مهمتي لإلك هو إنك ما تفقد الأمل في تعلم اللغة. كتير ناس بيقولوا خلاص أنا رح أبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية، وبيبدأوا بكل حماس، لكن لما يبدأوا بالتعلم بحسوا انه لا، هيدا العملية صعبة ورح تستغرق الكثير من الوقت. او مثلا بيبدأوا بمشاهدة الافلام من دون سبتايتلز لانه في شخص قال لهم هالشي على اليوتيوب وما بيفهم ولا كلمة من المسلسل او الفيلم، فبيفقدوا الامل وبيبطل عندهم حافز للتعلم. فاهم شيء هو انه لا نريد فقدان الأمل. إذا بتحس إنك حتتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام، بتحس إنك أنت مضطر إنك تشغل subtitles، there's no shame in it. ما في داعي إنك تخجل من الموضوع. يعني حتى لو كان باللغة العربية ترجمة لغة عربية، رجاءً قم بالتشغيل. لنفترض إنه أيضاً إنه مثلاً أنت تفهم 50% من الأفلام والمسلسلات، أو عندك معلومات باللغة الإنجليزية، عندك مستواك مش مبتدئ، فيك أيضا تحط subtitles بالإنجليزية. إذا ممكن تشغيل الإنجليش subtitles، وهذا الشيء بفيدك. كيف بفيدك؟ لما تقرأ الكلمات والجمل وتسمعها حتعرف كيف يتم لفظها. إذا نعم، هناك فائدة في تشغيل السبتايتلز حتى ولو كان بالعربية وحتى ولو كان بالإنجليزية. ما تخاف من التشغيل، لأنه هالشي حيساعدك تتعلم اللغة الإنجليزية بشكل أسرع، حيساعدك ما تفقد الأمل والتحفيز في تعلم اللغة. طيب، تاني نصيحة لإلي هي إنه كنوع من التحدي، كنوع من التحدي، أوكي، وبعد فترة قم بإزالة السبتايتلز. إذا فقط كنوع من التحدي لتشوف حالك قديش عم تتقدم، هالاستراتيجية عم تفيدك. إذا بعد شهرين من ما بدأت تتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام، قم بإزالة السبتايتلز ولو حتى لفترة قصيرة من الفيلم، لحتى تشوف حالك هل عم تفهم، هل عم تتقدم. وهذا الشيء لما تحس حالك إن نعم عم تفهم أكثر من دون subtitles، قد يعطيك دافع للتعلم اللغة الإنجليزية أكثر، لكن لمدة قصيرة فقط. وإذا صلك فترة مثلا 6 أشهر، سنة، عم تتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام، فيك تشاهد الفيلم كله من دون subtitles فقط لتختبر نفسك وتشوف مستواك قديش صار. طيب، النصيحة الثالثة أكيد شاهد شيئا تحبه، وهذا الشيء بديهي طبعا. شاهد شيئا تحبه لحتى تدلك عم تقدر تشاهد، وما ضروري فقط تشاهد افلام، فيك تشاهد documentaries، في يعني الوثائق، فيك تشاهد الاخبار، فيك تشاهد اليوتيوب، اي شيء على اليوتيوب بتحبه، مثلا gaming channel، اي شيء انت بتحبه، اي شيء تستمتع بمشاهدته شاهده. طيب، إذا كنت مبتدئا، النصيحة الرابعة،
إذا كنت مبتدئا يمكنك البدء بمشاهدة أفلام أو مسلسلات الكرتون. لماذا؟ لأنه عادة بالكرتون بيتحدثوا بشكل أبطأ، بشكل مفهوم أكثر، فإذا كنت مبتدئ ما تخجل من البدء بمشاهدة كرتون الأطفال. النصيحة الخامسة هي اكتب العبارات والكلمات والجمل اللي أثارت انتباهك أو اللي لم تفهمها، اكتبها على ورقة أو على دفتر وابحث عن معانيها لاحقا. يعني قم بتسجيل، ما عم قلك سجل كل المحادثات بالأفلام، لكن قم بتسجيل الجمل والعبارات والكلمات التي أثارت انتباهك وفضولك أو التي لم تفهمها، لأنه هالشي حيساعدك تستفيد بشكل أسرع. النصيحة السادسة هي ردد بعض الجمل. لما تسمع أو تشاهد الأفلام، مول بوز إذا في جملة حبيتها أو جملة أنت حابب ترددها، مول بوز من حين لآخر وردد هيدي الجملة. مش حقلك ردد كل المحادثة بالأفلام لحتى ما تحس حالك عم تدرس أكثر من مشاهدة الأفلام، مع أنه الهدف هو الدراسة طبعا وتعلم اللغة الإنجليزية، لكن ردد بعض الجمل من حين إلى آخر. بهالطريقة أنت عم تستفيد وتكسب اللفظ الصحيح باللغة الإنجليزية. وأكيد ما تفقد الأمل إذا في كاركتر معين، شخصية معينة ما عم تفهم عليها، قد يكون إلى أكسنت غريبة، لهجة غريبة، أو قد يكون هو طريقته بالتحدث صعبة، فما تفقد الأمل، keep going، والعملية تحتاج وقت. طيب الآن حقلك عن تجربتي الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام. هلأ أنا تعلمت اللغة الإنجليزية من لما كنت صغيرة، من لما كنت بالمدرسة، والحمد لله كنت متفوقة باللغة الإنجليزية وكنت بحبها، يعني كنت بحب أتعلم اللغة الإنجليزية، فالقواعد كنت شاطرة فيه، الرايتنج الكتابة كنت شاطرة فيه، reading كنت شاطرة بالموضوع، listening يمكن كان عندي مشكلة شوي بالlistening، والspeaking أوكي كان منيح لكن ما كان عندي اللهجة 100% سليمة، أو ما كانت لهجتي منيحة قد هلأ. فأنا ما كنت حب شاهد أفلام أو مسلسلات لما كنت صغيرة، إخواتي كانوا يشاهدوا أكثر مني، ففي كتير من الأحيان لما شاهد أي شيء باللغة الإنجليزية هني يفهموا أكثر مني، مع أنه أنا دائما بالمدرسة كنت جيب علامات على علامات. فنعم اللغة الإنجليزية فادتهم في فهم العبارات الشائعة، في فهم اللغة العامية، في فهم الإديومز، الفريزل فيربس اللي كتير بنسمعها لكن ما كتير بنتعلمها بالكتب. ولما كبرت وتخرجت من المدرسة صرت شاهد الأفلام والمسلسلات، وكانت هاي السبب في تقوية مهارتي اللغوية. نعم صرت أفهم المحادثات أكثر وحتى لهجتي تحسنت أكثر. إذا في عندك مشكلة في الاستماع وفي اللهجة، نعم بنصحك تبدأ بمشاهدة الأفلام، خاصة إذا ما عندك شخص يتحدث معك باللغة الإنجليزية وأنت تتمرن على المحادثات. طبعاً هي ليست الطريقة الوحيدة لتعلم اللغة الإنجليزية، وإذا كان هدفك في تعلم اللغة الإنجليزية أنك تكفي دراستك مثلاً أو العمل، لازم تتعلم الأكاديميك إنجليش اللي بتاخده من الكتب، فهي ما لازم تكون الطريقة الوحيدة للتعلم، هي بتساعدك في التعلم. لازم تتعلم أيضاً من الكتب، من القراءة، من اليوتيوب أو حتى من التطبيقات، وتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام حيساعدك في تحسين لغتك وفي الفهم بشكل أفضل على متحدثي اللغة الإنجليزية. إذن هيدي كانت النصائح اللي حبيت شاركها معك. رجاء اكتب تعليقك إذا أنت عم تتعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام وعندك المزيد من النصائح، اكتبها في تعليق تحت الفيديو حتى يستفيد الغير. مول لايك وشارك هالدرس مع الغير ليستفيد الغير ويعم الخير. شكرا كتير لكم. إذا حابين تتعلموا معي اللغة الإنجليزية بنصحكم تشاهدوا هذا الدرس
هذا أحلى درس لإلي. وعمل سبسكرايب ليوصلك الدروس أول بأول. طبعا فعل زر الجرس. أشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.